حتى يتبين لهم انه الحق. طيب اليوم ها انا اريد ان اطلب من اي شخص ان يلف طويلا لا يجد من يقرضه الا قليلا طبعا الا ما رحم ربي من يقرضه مبلغا من المال الا اذا كان هناك ضمانات وكان هناك كذا ولم يعد هناك امانه. وهو امين انا انا اتحدث عن شخص امين لا يؤتمن ونجد ان الخائن يؤتمن على شؤون مثلا مؤسسه او اداره او كذا نجد الكثير اليوم من اللصوص ايها الاحبه في العالم نحن نتحدث في العالم لا نخص دوله بعينها يعني مثلا انظروا في الغرب كثير من المسؤولين في اوروبا في متهمون بجرائم سرقه في الصين في اليابان في كل مكان ظاهره عامه نتحدث عنها ايها الاحبه لذلك نجد ان الانسان الامين يخون والخائن يؤتمن هذه الظاهره هذه المعادله الغريبه يعني لم تكن في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في زمن النبي كان يلقب عليه الصلاه والسلام بالصادق الامين كان يلقب بالصادق الامين صلى الله عليه وسلم. اذا ايها الاحبه يعني انا انا عندما حقيقه اقرا مثل هذا الحديث، ماذا افكر؟ كيف علم النبي عليه الصلاه والسلام؟ دعوني اقرا معكم الحديث لنشرح لنمتع ناظرينا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. تاملوا ايها الاحبه. قال عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الامين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت دعوني فقط اتامل معكم هذا اللفظ النبوي الغريب الوعول يهلك والتحوت يظهر ما معنى الوعول والتحوت؟ قالوا دعوني اعود معكم للحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه المصطلحات كانت غريبه عليهم تصوروا غريبه عليهم لم ي... لم يعلموها قالوا يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ قال الوعول وجوه الناس واشرافهم هؤلاء يهلكون سبحان الله صلى الله عليه وسلم كما نرى اليوم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم صلى الله عليه وسلم والله أيها الأحبة الجلد يقشعر عندما نسمع نبيا كريما عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا في زمن كانت مكارم الأخلاق لم يكن هناك أصلا وعول ولا تحوت لم يكن هناك يعني كان الناس معظمهم يتميزون بالامانه والصدق حتى في الجاهليه، واغاثه الملهوف والكرم، كان لديهم كرم، ان ان ان, أن نجد أن نجد ايها الاحبه ان الوعول وهم وجوه الناس واشرافهم يهلكون، فلا يظهر من بعدهم الا ماذا؟ الا النوعيات التعيسه جدا. التحوت الذين كانوا تحت الناس يظهرون وتجد لديهم الشهره والمال وتجد لديهم الك... يعني انظروا الى الفضائيات اليوم بالله عليكم انظروا الى واقع الفضائيات في العالم ونحن انا اتحدث هنا ايها الاحبه عن ظاهره عالميه ظاهره عالميه في امريكا مثلا تجد انهم ياتون بممثله اباحيه يجعلونها اما مثاليه هل يوجد يعني امرأة كانت تحت أقدام الناس وفي أسوأ شيء ممكن يجعلونها الأم المثل يروجون لها و ويسمع لكلامها للأسف تصبح قدوة حسنة في في, في المجتمع طيب أنا أريد أن أتساءل يعني هذا النبي الكريم كيف علم بواقعنا اليوم؟ يعني أنتم عودوا 1400 سنة إلى الوراء أيها الأحبة سوف تجدون هذا الكلام غريب جدا في ذلك الزمن. في ذلك الزمن يعني عندما يقول النبي ان الذين كانوا تحت اقدام الناس يظهرون ويصبحون هم الساده والذين يسمع يسمع لهم ويتحكمون في في الناس وكذا هذا الكلام كان غريب جدا عليهم لذلك لذلك دعوني فقط يعني اتامل الحديث جيدا حديث دقيق جدا احبتي في الله. انظروا أيها الأحبة هنا النبي وضع عدة علامات سنعددها معا هذا الحديث طبعا موجود في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله وهو حديث صحيح لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش إذا رقم واحد يظهر الفحش والبخل رقم اثنان الفحش نراه الآن من الأعمال الفاحشة والزنا والكلام البذي والكلام الفاحش وغير ذلك. البخل نراه اليوم للاسف. كل واحد منا يعلم ان البخل اليوم اصبح صفه غريبه جدا حتى اصحاب المليارات لا ينفقون. ويخون او يخون الامين رقم ثلاثه بالفعل تجد انسان امين لا احد يثق به ويؤتمن الخائن اربعه. خمسة ويهلك الوعول ستة ويظهر التحوت إذا عندما قالوا يا رسول الله وما الوعول قال وما التحوت قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم هؤلاء الوعول يهلكون يعني حتى تجد شوفوا أحبتي العلماء الزاهدين علماؤنا رحمهم الله العلماء الكبار الربانيين اين هم اليوم؟ تجد ان العالم يقبض فلا يخرج بعده الا اشباه علماء او اقل بكثير حتى اننا نرى الكثير من الجهلاء اليوم في حله العلماء تجد يتصدرون على الفضائيات، الفتاوى، الكذا وهو لا يعرف كيف يقرا القران ينكر سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهو لا يعرف يعني يفسر القران وهو لا يستطيع قراءه ايه بشكل صحيح باحكامها كيف تفسر القران وتاتي بوجوه جديده وانت لا تستطيع ان تقرا ايه بشكل صحيح هؤلاء حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ان العلم سيقبض ما معنى سيقبض قبض العلم ايها الاحبه ان العالم يموت فلا ياتي بعده عالم مثله ياتي رؤوسا جهالا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في حديث آخر عندما قال: "لا يقبض العلم بقبض العلماء، يعني العلم لا ينتزعه انتزاعا عفوا، لا لا ينتزع الله العلم انتزاعا، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا ما بقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أفتوا بغير علم، فيضلوا ويضلوا، يضلهم ويضلون يضلون الاخرين كما نرى اليوم للاسف فعندما يقبض العلماء ماذا يحدث نجد ان اشراف الناس ايضا يهلكون ياتي ابنه من بعده اسوا ياتي الابن للحفيد اسوا تجد ان الناس الشرفاء اصحاب الكرم اصحاب المبادئ تجد ان عددهم ينخفض جدا، وهذه هذه نبوءة غريبة جدا في ذلك الزمن، بالنسبة لهم كانت غريبة، لذلك هم سالوه عليه الصلاة والسلام حتى المصطلحات التي استخدمها، التعابير التي استخدمها هذا النبي الكريم كانت غريبة بالنسبة عليهم. لذلك والله ايها الاحبه ان هذا الحديث ليشهد على انه رسول الله.